هلو، ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنعمل زيت جوز الهند على الطريقه الساخنه. الفيديو اللي فات عملنا على الطريقه البارده، النهارده بقى هنجرب الطريقه الساخنه. وخليكم معايا لغايه الاخر عشان في الاخر هتشوفوا سكراب جميل جدا 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 جدا. طلع معايا من الفيديو اللي فات مبشور جوز هند حوالي 990 جرام بالظبط، يعني نقدر نقول عليهم كيلو، الا حاجة بسيطة قوي. فانا هبتدي ان انا شوية شوية بقى ان انا اضربهم في الخلاط، اضيف عليهم مية بس واضربهم، وزي ما هتشوفوا كده بعد كده هبتدي بقى ان انا اصفيهم زي ما بصفيهم في القماش الخفيف، وبعد كده هشيلهم في التلاجة، وبعدين نشيل القشطة اللي على الوش. زي ما انتوا شايفين كده بحاول ان انا اعصر بكل قوتي، يعني علشان ايه؟ انزل اي دهون في جوز الهند ما اخسرهاش. وهحط بقى الخليط بتاعي في التلاجة لغاية تاني يوم، واشتغل فيه تاني يوم بقى ايه براحتي على رواق. هنا ده تاني يوم انا جيت عشان اطلع القشطة، مفيش قشطة، مفيش خالص، يعني ايه حاجة بسيطة خالص، شايفين ما تعملش اي حاجة ولا لها لازمة في اي حاجة. فبسرعة انا قطعت جوز هند، كنت جايباه عندي عشان عجبني قوي الزيت اللي على الطريقة الباردة، وكنت هعمله تاني، فقطعته واستخدمته للزيت على الطريقة الساخنة. زي ما انتوا شايفين كده بحطه في الخلاط، وحط عليه برضو مية ساقعة واضربه كويس قوي، نفس الخطوات اللي انا اتبعتها في زيت جوز الهند على الطريقة الباردة. اتعلمت من كده ان مفيش حاجة اسمها يعني زيت من مبشور جوز الهند، وغالبا الفيديوهات دي بتكون مش مظبوطة اللي هي محطوطة على اليوتيوب، بيبقى فيها يعني تركة يعني او حاجة، يعني لان فعلا ما بيطلعش زيت خالص، او يمكن انا اخدت خيره كله من الاول، انا مش عارفة الصراحة، مش عارفة احكم، يعني انتوا تحكموا بقى. بضربه بقى في الخلاط كده كويس جدا، وابتدي ان انا ايه اصفيه برضو في الشاشة. وفعلا يعني هلاحظ ان انا بمجرد ان انا بصفيه وبيستنى مفيش 5 دقايق بيروح ايه فاصل القشطة طالعة لفوق، لكن لما جيت ان انا اعمل الحركة دي في مع الجوز الهند المبشور ما ادانيش النتيجة دي خالص، قلت اصبر عليه يمكن في التلاجة يفصل او كده، لا مفيش. ابتدي اعصر بقى شوية شوية كده، وطبعا هيديني نتيجة مختلفة تماما. العصر يا جماعة عليه عامل كبير قوي، لما بتعصريه كويس بتاخدي كل الفايدة، يعني فحاولوا ان انتوا معلش اعملوا مجهود زيادة في العصر، واتكوا واعصروا ولو الشاشة كده، وطلعوا يعني طلعوا كل ما فيها، يعني ما خلوش فيها تنتوفة، يعني على قد ما تقدري كده، يعني بعزم ما فيكي بصحتك وعافيتك. يعني هنا هو ده المتبقي بقى من كل العصر بتاعي، وهنا بعد ما دخلته التلاجة وطلع شايفين عمل طبقة طبعا صلبة جدا، وهبتدي ان انا اشيل، وانا هنا استعجلت فيه شوية، فهرجع ان انا بعد ما اشيل الطبقة دي هدخله تاني التلاجة وارجع اشيل الطبقة الجديدة اللي هيعملها، لان لسه مليان كريمة اللي هي القشطة بتاعت جوز الهند دي. وبرضو خليكم معايا لغاية الاخر، لان في سكراب رهيب، احلى سكراب ممكن تعمليه في حياتك، طبيعي 100%، جميل جدا، هنعمله مع بعض، خرافي خرافي خرافي، ولا يمكن تحصلي عليه الا بعد ما تعملي زيت جوز الهند. شايفين كمية الكريمة او القشطة اللي طلعت عاملة ازاي؟ يعني حاجة تانية خالص، يعني غير المبشور بتاع جوز الهند ده يعني خالص يعني. وهنا برضو تاني مرة لما رجعت تاني التلاجة وبشيل برضو، وتحس ان في كان ممكن يديني كمان يعني، بس خلاص بقى عايزة ابتدي اعمل الزيت،
يعني مش يعني يعني بالتالي مش هيطلع لي كتير قوي، يعني هيبقى طبقة رفيعة، ف يعني مش مستاهلة. قلت هنا بقى ايه، شايفين بقى كمية القشطة او الكريمة، بس عايزينها ترقد بس 10 دقايق علشان بيبقى فيها شوية سائل كده زي ما انتوا شايفين كده، عايزين ايه نصفيه علشان ايه، ده بيختصر الوقت في على النار. هنا بقى اخد بقى الحلة بتاعتي على النار وولع عليها، ويبتدي بقى ان هو يدوب، واهم حاجة بقى تخلي بالك ان هو ما يفرش. فهتلاحظوا دلوقتي ان انا بحط العصاية الخشب كده، دي بتمنع الفوران. وانت بتعملي حتى اكل، وانت بتعملي حاجة مسلوقة او كده، لما بتحطي العصاية الخشب، المعلقة الخشب دي كده او اي عصاية خشب، مش بيحصل فوران للسائل. هنا شايفين ابتدى هو يعني خلاص فصل وداب وكل حاجة. بس بصوا انا مش بشيل الزيت دلوقتي، انا محتاجة يعني الزيت يكتر شوية، فبسيبه على النار شوية وبفضل اقلب 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 يعني لغاية لما خلاص بقى تحس ان هو الشرش ده قطع تماما وابتدى يجمد شوية معايا، او تحس كده ان لونه اتغير. ساعتها بقى هبتدي ان انا ايه اخد الزيت بتاعي، وكل شوية هولع عليه تاني واخد الزيت، وهكذا لغاية لما تشوفوا الطريقة معايا. يعني بصوا بقى هنا دي اول مرة اطفي عليه، اسيبه بقى يهدى بس دقيقة واحدة كده بس لغاية لما البقلالة دي تروح والشرش ده ينزل لتحت خالص، وابتدي بقى ايه بالمعلقة كده بسيط قوي ابتدي ايه اسحب شوية شوية بحرص شديد، شايفين، وابتدي انزل في البيكر الصغير بتاعي شوية شوية. ارجع اولع عليه تاني وابتدي ان انا اطلع تاني زيت. يعني هي بتاخد وقت بس ايه، هي مستاهله برضه، تجربه مستاهله، بالذات في السكراب اللي في هيطلع لنا في الاخر، يستاهل كل الشغل ده. هنا ده المتبقي من العصر اللي عامل متبقي، يعني من الزيت، عامل زي الشرش كده بتاع الجبنه. انا حطيته في شاشه وبضغط عليه لانه بينزل زيت كتير قوي، وشايفين يعني باخد اخره يعني.
فايه قلت ان انا ايه براحتي بقى، جبت بولة تانية وابتدي ان انا اعصر فيها، وينزل فعلا زيت كتير جدا يعني، فلازم تعملوا الخطوة دي. هنا زي ما عملت بقى في الوصفة الأولانية، بحاول كده ان انا انزل بالبيكر بتاعي في بيكر تاني علشان الترسبات اللي في القاع دي ما تبقاش موجودة في الزيت بتاعي، وعايزة الزيت بتاعي صافي. وده زيت جوز الهند بتاعي، انا هاخده في التلاجة يجمد. وهنا هبتدي بقى اوريكو السكراب هنعمله ازاي. انا هاخد هنا التفل او اللي انا كنت مسميه شرش الجبنه، ده اللي طلع من جوز الهند اللي فضل يعني التخثرات دي، وهضيف عليها معلقتين عسل نحل طبيعي. طبعا العسل النحل انتي بكتيريال، حلو جدا للبشره، وكمان بيدي نعومه رهيبه رهيبه رهيبه. وهضيف عليه كمان الكركم، والكركم طبعا انتوا عارفين ان هو ايه، انتي اوكسيدنت، مضاد للاكسده، ومن الحاجات الحلوه جدا بالنسبه للجلد. اهو اخدت يا دوبك، هاخد منه يا دوبك ربع معلقه، مش اكتر من كده، ربع معلقه صغيره اهو على طرف المعلقه. وبما ان انا اخدت كل الزيوت اللي فيه، فهضيف عليهم معلقتين من زيت اللوز الحلو، وطبعا زيت اللوز الحلو طبعا من اجمل الحاجات للبشره. بصوا بقى وهقلب كده، بس اهم حاجه خلوا في بالكم ان السكراب ده ما ينفعش ان انت تستخدميه على الـ على الـ على الوش، ده للجسم والايد فقط. علشان ليه بقى؟ علشان زيت جوز الهند بيسد المسام، فده هيبقى مش كويس خالص على وشك، فخليه للجسم وللايد، وبيدي نعومه رائعه. هنجربه مع بعض بس بعد ما نشوف نتيجه زيت جوز الهند بعد ما يطلع من التلاجه. شايفين قد ايه جميل جميل بعد ما تجمد، شكله حلو جدا. وده زيت جوز الهند على الطريقة الساخنة، جميل جدا. نجرب بقى مع بعض السكراب بتاعي. انا يدوبك خدت تنتوفة كده زي ما انتوا شايفين، وبتحرك في حركة دائرية على ايدي. تقدري تستخدميه للايد وتقدري تستخدميه للجسم كله ما عدا الوش زي ما قلتلك، علشان جوز الهند بيسد المسام بتاعت الوش، فمش كويس على الوش. وهنا بليت ايدي كده بلة صغيرة، وبكمل زي ما بتستخدمي اي سكراب. وبعد كده بقى لما شطفت ايدي حسيت بنعومة فظيعة فظيعة جدا يعني فعلا ده من اجمد واحلى السكرابات للجسم. شايفين هنا بعد ما شطفت ايدي حسيت ان ايدي ابيضت كده سنة يعني. وده زيت جوز هند بتاعي على الطريقة الساخنة. اكتبولي بقى في تعليق هتجربوا الطريقة الساخنة ولا الطريقة الباردة. سؤالي ليكو، يا ترى هتعملوا زيت جوز الهند على الطريقة الباردة ولا هتعملوه على الطريقة الساخنة؟